بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، والتحية لكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، رغم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية قائدة تعالف دعم الشرعية في اليمن ودعواتها للتهدئة والذهاب نحو حوار جدي والتحذيرات المستمرة من قيادة التحالف من أي ذهاب نحو التصعيد الميداني والذهاب نحو التهدئة، حسب كل البيانات التي توجهت إلا أن المتمردين من ميليشيات الانتقالي صعدت الوضع هذا اليوم ويوم أمس في أبين، هذه المحافظة المجاورة لعدن، استمرارا للتصعيد الذي قامت به في عدن ضاربة عرض الحائط بكل التحذيرات والتنبيهات والدعوات التي وجهتها قيادة التحالف لكل الأطراف حسب وصفها في الساعات وفي الأيام الأولى من تمرد الميليشيات الحوثية في عدن، عفوا الانتقالية في عدن. هذا التصعيد دفع الحكومة الشرعية اليوم وعبر بيانها لإصدار بيان واضح وصريح ويحمل تلك العناصر والمجاميع والميليشيات المتمردة وداعميها المسؤولية الكاملة عن كل الفوضى التي تجري وعن التحركات التي تناقض الدعوات والأهداف التي جاء من أجلها تحالف دعم الشرعية، كما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه المعتاد بشأن اليمن هذا اليوم وتلقى كلمة من مندوب بلادنا لدى الأمم المتحدة ورسالة واضحة وبينة كانت قد حملت هذه الكلمة أيضا تلك العناصر المتمردة وداعميها المسؤولية الكاملة، باعتبار الرسالة الموجهة كانت لمجلس الأمن وفيها تحذير واضح من الذهاب نحو مزيد من التصعيد. هذا الموضوع مشاهدين الكرام اليوم نبحث فيه ونقرأ أيضا تصريحات سواء مبعوث بلادنا أو مندوب بلادنا لدى الأمم المتحدة أو بيان الحكومة الذي صدر مؤخرا، وكذلك التصعيد الانقلابي في كل من عدن وأبين تحت عنواننا رسالة الحكومة إلى مجلس الأمن وتحميل المتمردين من الانتقال وداعميه مسؤولية التصعيد الحاصل في اليمن وفي المحافظات الجنوبية بالتحديد عدن وأبين. هذا الموضوع سأناقشه وسأبحثه مع ضيوف أعزاء معي عبر الهاتف، وفي مقدمتهم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، سعد الله مساك وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، تحية لك دكتور، وسنناقش معك هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر الهاتف، لكن قبل أن نستمع إلى التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس دعني أدخل معك استغلالا للوقت واستدراكا له، ما تعليقك على تسارع الأحداث ابتداء من التصعيد الانتقالي في أبين وردود الحكومة في بيانها وعبر ممثلها في مجلس الأمن؟ أخي العزيز، يعني الأخطاء تلد الأخطاء. المجلس الانتقالي رأى أن تكتيكات الحوثيين ناجحة وعمل بها في عدن ويريد أن ينجح في التكتيكات ذاتها، يبدو أنه يحقق بعض النجاح. ما هذه التكتيكات؟ التكتيكات هي كالتالي: نحن نرفض الحكومة ونقبل بشرعية الرئيس. ما هو الهدف؟ الهدف تعطيل عمل الشرعية من الداخل والقبول بها شكليا من أجل التمدد من خلالها. ثانيا، يقول المجلس الانتقالي بأنه موافق على الانسحاب من المراكز أو من المعسكرات التي تمت السيطرة عليها من قبل عناصره في الحزام الأمني، ولكن التزاما طبعا في بيان التحالف العربي الذي هدد في حال عدم الالتزام بالانسحاب. وفي المقابل يقول او يوعز الى بعض قياداته بانه لم ولن ينسحب وعلى الارض يمارس عكس ما التزم به. وهذا هو تكتيك الحوثي عندما يقول نحن نتعاطى بشكل ايجابي
ونحن نرحب بالاتفاق وسوف نستحق من الحديدة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يتوسعون باتجاه الحيطة جنوبا ويغربون على فقدنا الاتصال بالدكتور محمد جميح ولعله يكون معنا، لكن سنذهب لمتابعة هذا التقرير الذي أعده زميل فؤاد فارس، من ثم نعود ونستكمل حديثنا مع ضيفنا ومع ضيوفنا الآخرين. في عدن انقلاب مكتمل الأركان، وكل محاولة لمنح ما جرى ويجري تسمية أخرى غير الانقلاب يمنح الحوثيين حق الحصول على التسمية ذاتها، فالانقلابان متشابهان حد التطابق التام، إسقاط للعاصمة ومؤسسات الدولة ومعسكراتها، اقتحام للبيوت والتقاط للصور في غرف النوم، ومشاهد النهب والسرقات من ممتلكات المواطنين، التمدد من العاصمة باتجاه محافظات أخرى لإسقاطها تحت ذرائع مكشوفة تعجز عن تغطية سوءات الانقلابيين وداعميهم. اتحد الانقلابان في المقدمات وسيتطابقان في النتائج عما قريب، فقذائف انقلابي عدن ستجتاز الحدود بمجرد سيطرتهم، كما اجتازتها من قبل مقذوفات الحوثيين وطائراتهم المسيرة، والآلاف الذين دربتهم إيران لما يسمى المجلس الانتقالي قبل سنوات في ضاحية لبنان سيحققون لطهران أهدافها بتمويل عربي، تمويل ودعم جددت الحكومة الشرعية اليوم المطالبة بإيقافه بشكل فوري وكامل. وبنص تغريدة نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، نرفض استمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارج عن القانون والدولة في اليمن، فيما وصف وزير الإعلام معمر الإرياني مستجدات محافظة أبين بالتحدي لدعوات المملكة للتهدئة والحوار، تصريحات رد عليها ناشطون بلغة غاضبة خلاصتها التصريحات والتغريدات لا توقف التحركات. ووفقا لكثير من الكتابات، فالمدرعات والدبابات بدت أرتالها واضحة وهي تتقدم لإسقاط أبين بعد إسقاط عدن، وما يحتاجه الانقلابيون ليتوقفوا عن إسقاط المدن والمعسكرات أكبر من البيانات والتهديدات والتحذيرات. أو وفق تساؤل مراقبين، هل تتدارك الشرعية ما تبقى من وطن باستخدام ما بقي في يدها من أوراق قوة، أم يطول الانتظار حتى تفقد الأوراق قيمتها ويفقد اليمنيون وطنهم ويكتشف العرب بما فيهم من مولوا الانقلابيين أنهم قد فقدوا المنطقة كلها لصالح إيران؟ شكرا إذن للزميل فؤاد فارس، وأجدد ترحيبي بالدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، كنت قد شرعت في الحديث حول الأحداث الأخيرة وكيف يمكن الذهاب نحو التصعيد في ظل دعوات التحالف للتهدئة وكذلك الذهاب نحو الحوار، تفضل بإكمال الفكرة. لا أدري أين قطع الخط، لكن قطع الخط وأنت تتحدث أن هذه الأعمال التصاريح في وادي والواقع في وادي يتطابق ويتشابه مع سلوكيات الميليشيات الحوثية. هذا صحيح، ويعني من ضمن أوجه التشابه بين الميليشيات في عدن والميليشيات في صنعاء أنهم طبعاً عندما طردوا الحكومة أو تعمدوا إخراج الوزراء لعائلتها شكوا من أن الخدمات غير موجودة وطلبوا الحكومة من القيام بواجباتها تماما كما طرد الحوثي من الشرعية وطلبوا هذا صرف المرتبات والقيام بواجباتها. هناك أوجه تشابه كثيرة مع أن هناك أوجه خلاف. أنا أرى أن المجلس الانتقال يمكن أن يتم التعاون معه سياسيا على عكس الحوثيين الذين يرون أنهم جماعة دينية وأن الحق حصري لهم في الحكم والسلطة والثروة، لكن ليس هذا مجال الحديث هنا، إنما التصعيد الذي حصل طبعا هو يجري على منوال أنني أقبل في البيانات ما أرفضه بالواقع وأتمدد راكنين إلى أنه لن يحصل شيء يكدر صفهم وأنهم لن تطالهم يد العقوبات. اليوم هناك خطوتان مهمتان، الخطوة الأولى هي خطوة كلمة بلادنا
في مجلس الأمن الدولي، وهي كلمة واضحة وصريحة، وهي صراحة هي الكلمة التي يعرفها اليمنيون جميعا مضامينها، يتحدث الناس كلهم في اليمن عنها، سواء الذي يؤيد أو الذي يخالف، كلهم مجمعون على أن ميليشيات انتقال مدعومة من الإمارات، وبأنها قامت ما قامت به بدعم واضح كما قال الدكتور ماليا وإعلاميا ودبلوماسيا وسياسيا من الإمارات. الخطوة الثانية التي كانت اليوم هي بيان الحكومة، وهو يؤكد ما جاء في كلمة المبعوث الدائم في مجلس الأمن. هنا نريد أن نسأل، يعني هذه تصريحات جيدة وممتازة وربما تحرك شيئا من مياه البحيرة الراكدة، لكن ثم ماذا؟ هذا بعد. أنا أتصور أن الحكومة ينبغي أن تنطلق من كلمة مندوبها ومن تصريحها اليوم أو بيانها اليوم بسياسة تبنى على كلمة المندوب وعلى البيان الحكومي، سياسة واضحة واستراتيجية تنطلق من خلالها في طرف التعاون الخليجي والجامعة العربية والتعاون الإسلامي والأمم المتحدة لوضع العالم في حقيقة في صورة ما يحدث في اليمن، ونقل قضية شعبهم إلى المجتمع الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي، ونشل تكوين رأي عام طاغ دوليا و أيضا. ما لم فإننا نعم يذهب كل إلى حال سبيله، ويذهب مخطط الانقلابيين في صنعاء في عدن كما ذهب مخطط الانقلابيين في صنعاء إلى مزيد من التوسع بالنسبة لهما ومزيد من الانحصار بالنسبة للحكومة الشرعية. هنا وعلى الذين جيوبهم مع هادي وقلوب. نعم دكتور محمد داود، في الثواني الأخيرة والدقيقة الأخيرة أصبح الصوت يتقطع ولا يصلنا مكتملا، وفقدنا فعلا الاتصال مع الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. على كل أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا للحديث حول التصعيد الذي قام به يعني المسلحون من أنصار الانتقال في أبيان، وردود الحكومة الشرعية ورسالتها لمجلس الأمن الدولي الذي من خلال مندوب اليمن حمل المسؤولية الكاملة لهؤلاء المتمردين وداعميهم عن كل عملية التصعيد والانتقاص من الشرعية وتداعياتها. البعض أيضا يتحدث على أن مجلس الأمن لعله يخرج ببيان بعد اجتماعه هذا يتضمن أو يشير إلى الرسالة المقدمة من الجمهورية اليمنية حول ذلك التصعيد. الحكومة أيضا اليوم في اجتماعها وجهت العديد من الرسائل وتحدثت على أنها ستواجه هذا التمرد حسب النظام والقانون وما تخولها به أو ما يخولها به الدستور اليمني والقوانين اليمنية، وأنها ستواجه مثل هذه الأعمال. إذن نحن بانتظار أن يكون معنا أيضا ضيوفنا عبر الهاتف والذين سيشاركون معنا هذا الحوار وهذا الحديث، إذا كان أحدا منهم قد أصبح جاهزا ليكون معنا اليوم. إذن الأستاذ نايف الحربي وهو كاتب وصحفي في جريدة المدينة ضيفي الآن عبر الهاتف. أستاذ نايف أهلا وسهلا بك. أهلا بك وحياكم الله ونرحب بالمشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ نايف، في إطار حديثنا عن الأوضاع والتصعيد الحاصل، إذا تحدثنا عن بيانات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال المرحلة الماضية، كانت الجهود تذهب والبيانات تصدر من التحالف بأن على الجميع أن يذهب نحو التهدئة وعلى الانتقال وميليشياته التي سيطرت على المؤسسات أن تنسحب، وهناك لجنة وساطة وأيضا متابعة من قبل التحالف ميدانية في عدن لاستكمال هذه التوجيهات من التحالف، إلا أن هذه العناصر ذهبت نحو التصعيد في أبيان، كيف تفهم ذلك؟
نعم يمكن لاحظنا، يعني افترضنا يكون هناك اجتماع في جدة، يعني الأطراف يجب أن يجتمعون على طاولة واحدة، لكن للأسف الشديد يمكن قد تؤول الأمور إلى غير ما يعني مخطط له، لأن هؤلاء يريدون الاستيلاء على السلطة، القفز على السلطة، ولا في فرق بينه وبين، على فكرة، بينه وبين الحوثي. الحوثي استولى على السلطة، إذا اليوم المجلس الانتقالي أو بعض المحسوبين على المجلس الانتقالي يقفزون على السلطة. احنا شفنا البيان، بيان الحكومة اليمنية كيف أنهم يشتبون يستنكرون كذلك، يعني يفترض أن فعلا والتحالف يعني تحدى، يعني يمكن بيان التحالف أكد على أنه لابد من الجلوس على طاولة واحدة ولابد من حلحلة هذه المشاكل. بس لازم حقيقة نتمنى، واليمنيين اليوم حقيقة يعني اليمن كما نقول دائما هما عينان برأس واحد، شمال اليمن أو جنوب اليمن، الأهم من ذلك أن يكون هناك وحدة، أن يكون هناك اتفاق. اليوم هناك عدو، العدو اليوم مسرور ومبسوط العدو، لأن العدو يرى أن هناك فرقة، يرى أن هناك مؤسسات الدولة يتم الاستيلاء عليها أو السطو عليها أو الذهاب لهذه المقار وتهديدها ب يعني اقتحامها، رغم أن لا زال هناك اجتماعات ولا زال هناك اتفاقيات ولا زال هناك يعني محاولة حل هذه المعضلة. لكن أتمنى حقيقة من أخواننا وأشقائنا في اليمن وخاصة الجنوبيين أن يحكموا العقل وأن لا يسمحوا للعدو أن يدخل من خلال هذا الخلاف. إذا كان هناك خلاف بعد توحيد اليمن وتحرير اليمن، اليوم حرر 85% من اليمن، الأمر موضوع الآن 15%. نعم، الموضوع الآن نقلته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن وحملت الانتقالي وداعميه المسؤولية. نعم حقيقة، وهذا يمكن لاحظنا كان حديث وكان شفاف الحديث وكان واضح ووضع النقاط على الحروف، وكان يعني يتأمل من الأطراف كلها، سواء الداعم المادي أو للمشجع على هذا الانفصال أو من يدعو يعني حقيقة للانفصال بدعوى أن والله الشرعية اليمنية لم تقوم بواجبها. هذه حرب، أنت الآن تقاتل دولة كاملة، أنت تقاتل كما نسميها إيران، اللي قاتل الحوثي اليوم لا يقاتل الحوثي، هو ما هو وكيل لإيران. هذا الوكيل الذي استولى على السلطة في 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 اليمن واستولى على مؤسسات الدولة، والآن خسائر اليمن وصلنا إلى 100 مليار دولار خسائر بنية تحتية، سرق لا يقل عن 5 مليار دولار مساعدات إنسانية، طبعا الحوثي استولى على 800 مليار ريال يمني. إذا الآن الانتقالي في جنوب اليمن يفترض عليه أن يأخذ درس وأن يبتعد حقيقة عن الاستيلاء على السلطة وأن لا يسمح حقيقة يعني أعضائه أو أن يقوموا ما قاموا به وأن يجلسوا على طاولة واحدة. وصدقني سيكون هناك حلول، الحكومة الشرعية اليمنية لم تقفل الباب، هي تقول بإمكاننا نجلس على طاولة واحدة ونناقش ونقرب وجهات النظر. اليوم السودانيين اجتمعوا والفرقاء ووضعوا حلول وكان هناك انتقال للسلطة بطريقة سلسة. حتى هنا في اليمن يجب أن يجلس الفرقاء على طاولة واحدة وأن يكون هناك اتفاق وأن يكون هناك أن يتفقوا على عدو، هناك عدو لليمن كاملة. هذا العدو الذي يريد الأضرار باليمن، يريد حقيقة أن ينقسم اليمنيين، يريد حقيقة أن تصبح اليمن مشردمة، أن تصبح اليمن بهذه الصورة التي نراها. أنا أعتقد 26 مليون سكان اليمن لا يقبلون مثل هذا الانقسام، ولا يقبلون الصعود على السلطة بهذه الطريقة، ولا يقبلون أن يتحول الجنوبيين يعني مرادفين للحوثي. طيب التصعيد الذي حدث ميدانيا الآن وقابله أيضا قابلته الحكومة الشرعية بشكوى واضحة ومباشرة بطرف من التحالف العربي وأنه مسؤول عن دعم هذه الميليشيات، كيف يؤثر على أهداف التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن؟ شوف، من المؤلم ومن المؤسف أن هناك من يحاول تسميم وتوتير العلاقة ما بين التحالف يعني التحالف العربي وما بين الشرعية اليمنية. هناك من يحاول حقيقة أن يوجد مثل ذلك. التصريح اللي سمعناه اليوم حقيقة يعني كما ذكروا أن لاموا الإمارات العربية المتحدة، ولكن ما احنا سمعنا من طرف واحد، ولا بد من شواهد ولا بد من تأكيد. لكن اللي يعرف أن الإمارات العربية المتحدة هي من ضمن التحالف العربي وهي حريصة على وحدة اليمن، ويمكن شفنا الإمارات يعني كان لها بيان في هذا الموضوع، وعندما حصل ما حصل في عدن أنا أعتقد أن الإمارات حريصة مثل ما هي حريصة المملكة العربية السعودية، تعلم أن هناك من يعمل ليل نهار على تسميم العلاقات وعلى يعني العمل على أن يكون هناك فرقاء في اليمن، رغم أننا نعرف اليمن السعيد ويمن الحكمة ويمن العقل،
على الفرقاء فعلا أن يكونوا حذرين وأن يجتمعوا وأن تدرس. يعني الشعب اليمني على فكرة من أذكى الشعوب، وشعب واعي وشعب مثقف، ويعرف أن هناك ألاعيب تريد الأضرار باليمن، تريد أن ينقسم اليمن، تريد أن يصبح اليمن اليوم في أزمة كبيرة جدا. اليوم 4 سنوات واليمن اليوم هناك الحوثي الذي استولى على السلطة. طيب لماذا هذا الانقسام اليوم في هذه اللحظة؟ هل يستطيع الجنوبيين أن يحرروا اليمن؟ هل يستطيع الجنوبيين أن يكون لديهم مقدرة مادية ويكون لديهم حقيقة جيش وكل هذا؟ يفترض أن يأتي إذا كان هناك رغبة من اليمنيين أن يكون هناك ما نسميه استفتاء بين الشعب اليمني إذا كانوا يريدون انفصال. هذا موضوع كبير جدا. أنا بس أتكلم عن نقطة مهمة جدا، أنا إن شاء الله متأكد أنها صحابة صيف وستنقشع إن شاء الله بإذن الله، ويعود الأمن والاستقرار لليمن، ويجتمع الفرقاء، وتكون هناك مصالحة، ويكون هناك فهم للوضع الراهن، وتحل كثير من الخلافات سواء بين الجنوبيين وبين الشماليين. الذين الجنوبيين مصرين على الانقسام ويرون الانقسام هو الحل. أنا ويمكن كثير من المحللين يرون أن انقسام اليمن ليس لا من صالح الشرعية ولا من صالح التحالف ولا من صالح اليمن. كل هذه النقاط مطروحة وطرحت على طاولة الحوار وتناقش فيها الجنوبيون قبل الشماليين، لكن اليوم نحن نتحدث ونتكلم على أن التحالف لديه أهداف واضحة ومحددة ومعلنة في دخوله لمواجهة الميليشيات الحوثية لدعم الشرعية في اليمن. هذه التصرفات الجميع الآن يتحدث بما فيهم التحالف أنها تحرف المسار وتحرف بوصلة المعركة التي يجب أن توجه نحو الهدف الحقيقي. على كل الكاتب والصحفي في صحيفة المدينة الأستاذ نايف الحربي كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ نايف، أشكرك جزيل الشكر. ومعي الصحفي والمحلل السياسي سمير الصلاحي. سمير أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ العزيز وبجميع مشاهديك. مرحبا بك، تابعت ربما التصعيد الذي قامت به عناصر التمرد الانتقالي في أبيان، ورغم التحذيرات المستمرة من قبل التحالف والدعوة إلى التهدئة والحوار، وكذلك وتابعت بيان الحكومة في ردها على هذه التصرفات ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ورسالته التي تعتبر شكوى لمجلس الأمن بالعناصر الانتقالية المتمردة وداعميها. ما تعليقك على كل ذلك؟ نعم، أولا أستاذي العزيز، تحركات المجلس الانتقالي على الرغم من بيان التحالف الذي دعا إلى التهدئة وإلى تسليم المواقع العسكرية في عدن وانتقاله بالمعركة إلى أبيان عبر المدرعات والدبابات والأسلحة التي خرجت أمام شهود عيان من مقر قوات الإماراتية في عدن، ينبئ بتصرف إماراتي بات واضحا للعيان، لم يعد السكوت معه يجدي نفعا، خصوصا ونحن نتحدث عن تهدئة وعن تسليم مواقع وإعادة مواقع الحكومة الشرعية في عدن، فإذا بنا نتفاجأ بهم يسيطرون على محافظة أبيان. هذه رسالة واضحة من الإمارات أنها قد اتخذت خيارها في اليمن وفقا لمجموعة من مصالحها. فالإمارات ترى أنه وجود الدولة في عدن أو وجود الجمهورية اليمنية في عدن سيضر مصالحها بشكل كبير، التي جاءت للأسف من أجلها ولم تأتي من أجل إنقاذ الشرعية كما اتخذت ذاك عباءة لدخولها للبلاد. وبالتالي هي ترى أنه تسليم الجزء الجنوبي من الجمهورية اليمنية لمجموعات منفلتة اختارتها بعناية فائقة، كما لو أنها قامت بمسح شامل على كل المحافظات الجنوبية واختارت منهم من يمكن أن يقبلوا بالوصايا من أقل ضابط إماراتي والالتزام بما يأتي من أوامر إليهم، فقامت بتسليح 120,000 مقاتل وزودتهم بمختلف أنواع السلاح بما فيها دبابات حديثة للسيطرة على هذه المنطقة وإبقاء الوضع على ما هو عليه بما فيه مصلحتها في السيطرة على مضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب. ونحن إذا ما نظرنا إلى خارطة البحر أو خارطة الصراع العسكري الدولي على البحر نجد أن موانئ دبي كانت الإشارة الزرقاء تمتد من المحيط الهندي وبعد المحيط الهندي وحتى دبي، ولم يكن هناك من إشارة زرقاء سوى في المكلا وخليج عدن إشارة حمراء وباب المندب باعتبار هذه هي المناطق الوحيدة التي كانت خارج سيطرة موانئ دبي. وبالتالي بالسيطرة عليها أصبحت الإمارات ضمنت أنها شكلت بذلك نقلة نوعية لاقتصادها، تضمن بموجبه بقاء ميناء أبو علي أو جبل علي في دبي
الرافد الأساسي للاغتصاب في منطقة الشرق الأوسط. وعطفا على ذلك نجد بشكل صريح ودون مواربة أن الإمارات عملت بشكل أو بآخر على تعطيل المعركة شمالا عبر الكثير من الأدوات والكثير من السياسات منذ 4 سنوات لما فيه مصلحتها في بقاء ميليشيا الحوثي على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية لضمان انشغال المملكة العربية السعودية في حين أنها تتفرغ للتسيد المنطقة كما تتوهم أو كما تتوقع هي. وكانت النتيجة كما نشاهد اليوم، يعني كيف لك أن تسلح 100,000 مقاتل ثم تتعهم للانقلاب على الشرعية والشرعية تخوض حربا ضروس ضد الانقلابيين الذين يهددون المنطقة برمتها ثم تذهب لتشتكي وتقول لماذا تتحدثوا عنا ولماذا تذكرون بسوء؟ هذا أقل واجب نقدمه معك. وبيان الحكومة وكلمة بلاد رحيم نبيل سلام هي أنا أعتقد أنه أقل تصعيد يمكن أن تقوم به الحكومة في مواجهة هذا الصلح الإماراتي. طيب يعني الحكومة من خلال بيانها ربما صرحت بأنها ستواجه مثل هذه التحركات التي تقوض الشرعية وتحرف مسار ومسار وبوصلة التحالف الداعم لها في اليمن، ما أدواتها التي يمكن وما الذي تتوقعه، خصوصا أنه مضت فترة منذ انقلاب هذه الميليشيات في عدن ولم تكن هناك أي تحركات جادة؟ نعم، أولا يا أستاذ العزيز لا زالت الشرعية اليمنية تثق ثقة كاملة وكلنا أيضا اليمنيين نثق ثقة كاملة بالمملكة العربية السعودية بصفتها قائدة هذا التحالف وبقدرتها الكاملة والشاملة على إيقاف وعلى فرملة أي تحرك يؤدي إلى النيل من الشرعية أو إلى إدخال البلد في إتون صراع أهلي طويل. وبالتالي الحكومة لا زالت تعول، وقد ذكرت في ذلك في بيانها، على أن المملكة العربية السعودية سيكون لها تحرك جاد في هذا الإطار، لكن لدى الحكومة الورقة القانونية والورقة الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بشرعيتها بصفتها الممثل الوحيد للشعب. وفي حالة تواصل العدوان الإماراتي على الشرعية اليمنية فالشرعية بإمكانها أن تدعو إلى طرد الإمارات وأن تبصر رسالتها إلى مجلس الأمن بأنها أصبحت دولة احتلال في الداخل اليمني وساعتها العالم سيتحرك وبؤر الصراع والإقليم والعالم، وهناك الكثير من الدول العظمى التي لها مصالحها في الموقع الاستراتيجي لليمن وهي قد طرحت ومستعدة للتعاون مع الشرعية في حالة طلبت منها الشرعية ذلك. ولدى الشرعية الكثير من الأوراق، يعني لا يمكن أن السيطرة على الأرض بهذه الميليشيات المنفلتة وهذه العصابات أن تظن الإمارات أن الشرعية قد أصبحت غير قادرة على التعامل مع الواقع. هناك شرعية دولية وهناك أمم متحدة وهناك مجلس أمن دولي وهناك ورقة قانونية يمكن لك أن نتعامل معها بطريقة قد تفاجئ الإمارات بشكل كبير. نحن نتحدث بشكل واضح أنه منذ 4 سنوات يا سيدي العزيز والشماليين ممنوعون من دخول عدن. أنا أتحدث عن القيادة العسكرية من نائب رئيس الجمهورية إلى وزير الدفاع إلى غيره، يعني كيف لك أن يكون وزير الدفاع ولا يتمر بأمره القوات المسلحة؟ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تحدث بشأن مرارا وتكرارا أنه حتى الضباط في عدن لا يتلقون الأوامر إلا الضباط الإماراتي ولا يقبلون ولا يتعاملون مع أوامره. إذا نحن نتحدث عن هيكلية تمت منذ 4 سنوات كان هدفها منذ البدء يعني إرهاق الشرعية وإيصالها إلى مرحلة الاستسلام، وبالتالي اعتقدت الإمارات بشكل خاطئ أن السيطرة على الجنوبيين عبر هذه العصابة المنفلتة سيمنحها الأمان في الجنوب وتحقيق مصالحها في الجنوب، وهذا ما لا يمكن أن يحدث. يا سيدي العزيز نحن نقول بشكل واضح أن الإمبراطورية العثمانية التي حكمت ثلثي الأرض وصلت إلى اليمن ولم تتمكن من اليمن، وأن الإمبراطورية التي لم تغيب عنها الشمس دخلت عدن وخرجت منها مدحورة. نحن نتحدث بشكل واضح أن اليمنيين لن يقبلون على أرضهم إلا من يثقون بمساعدته ويثقون بأنه جاء لإنقاذهم ولمساندتهم. نحن نثق بالمملكة العربية السعودية ومزلنا نقولها بشكل واضح وصريح أن المملكة العربية السعودية هي قاعدة التحالف، وأن فخامة رئيس الجمهورية لم يطلب من الإمارات التدخل بالطلب من ملك الحجم والعدل، وبالتالي لا زالت ثقتنا بالمملكة العربية السعودية كبيرة جدا، ونحن واثقون من أنها ستتمكن من دحر هذا العدوان الأرعن وهذا التصرف الخطير الذي أعطى الشرعية للأسف لميليشيا الحوثي، وتجلى ذلك في تعيين سفير في طهران وقبول الإيران بالأول مرة منذ 4 سنوات ونيف. أصبحت الإيران الآن تحاجج العالم بالقول أنه كيف لكم أن تسمون هذا انقلابا؟ إذا ماذا تسمون؟ ماذا يحدث في عدن؟ الصحفي والمحلل السياسي سمير الصلاحي كنت معنا، شكرا جزيلا لك سمير، شكرا جزيلا لك. وسنخرج مشاهدينا إلى فاصل قصير، نعود ونستكمل حوارنا مع ضيوفنا عبر الهاتف. فاصل ثم نكمل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا حول التصعيد الملفية التمرد الانتقالي في أبيان ورسالة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بخصوص تحميل هؤلاء المتمردين المسؤولية وداعميهم، وبيان الحكومة أيضا الذي حمل الميليشيات فعلا وداعميهم المسؤولية الكاملة حول التصعيد. ومعي حول هذا الموضوع الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة اللواء أحمد بخيت. سعادة اللواء أحمد، أهلا وسهلا بك. حمدي بخيت، نعم. هل أصبح جاهزا سعادة اللواء حمدي بخيت؟ نحن يعني كان من المفترض أن يكون معنا اللواء من القاهرة لتسليط الضوء حول هذا الموضوع، لكن حتى الآن نحن بانتظار أن يكون معنا لاستكمال حديثنا اليوم حول هذا الموضوع، وكذلك سيكون معنا شخصيات أخرى نسلط من خلالهم الضوء على الأحداث ونناقش تداعيات التصعيد الذي قامت به تلك الميليشيات في أبيان والرسائل التي وجهتها الحكومة إلى مجلس الأمن والبيانات التي أصدرتها الحكومة اليوم، وإلى أين تمضي الأمور في ظل هذا التصعيد والجهود الذي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبكل صراحة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء الموقف وتجاوز مثل هذه التصعيدات التي تعطي مبرر للميليشيات الحوثية للبقاء والاستمرار والمشروعية، خصوصا أن مجلس الأمن قد ناقش هذا الموضوع اليوم ولعله أيضا يضمنه ضمن بيانه الذي سيصدر خلال الساعات القادمة بعد إتمام انعقاد مجلس الأمن. هذه التطورات عقدت المشهد بلا شك و يعني أربكت حتى الجهود المبذولة لاستكمال عملية التحرير، وإن كان البعض يظن أنها هي مجرد يعني تحركات يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية، إلا أن تجربة اليمنيين مع أحداث صنعاء وكيف تسارعت وتلاحقت وصولا إلى ما كان يعرف باتفاق السلم والشراكة، والذي سقط مبكرا بعدم قبوله بعد أن تمكنت تلك الميليشيات في صنعاء. المخطط يبدو في صورته الأولى متطابقا ومتشابها، وهناك أدوات كثيرة تتحرك بنفس الطريقة التي تحركت فيها بدا السابق، ولذلك اليمنيون يعني يحذرون جميعا بما فيهم بيان الحكومة من تداعيات هذه الأحداث. إن كان أحد المتصلين جاهزا اليوم، إذن معي الأستاذ عبد الكريم السعدي القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية. أستاذ عبد الكريم، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ عبد الكريم، مرحبا بك. تابعت أحداث أبيان امتدادا لأحداث عدن، وتابعت ردود الحكومة اليمنية من خلال بيانها ومن خلال مندوبها العام في مجلس الأمن، ما تعليقه؟ والله التعليق على الأحداث هذه الأخيرة التي يعني شملت عدن وأبيان هي نتائج طبيعية، أنا أراها نتائج طبيعية اللي أفرزتها الشرعية ذاتها التي تفننت في خلقها وصناعة العداء لها. وطبعا البيانات التي صدرت والمواقف اللي اتخذت سواء من مجلس الوزراء أو من مندوبنا الدائم في الأمم المتحدة أو من اجتماع الشرعية يعني على مستوى الأول في قيادتها على مستوى رئيس الجمهورية، كلها رأيتها يعني أصابتها حمى الوداع تقريبا. في الوضع العسكري عادة عندما يكون وضع عسكري وما زالت ينازير الدبابات تتمدد وتتحرك في كل الأرض، لا يواجهها حل سياسي بل تواجهها حلول عسكرية. إذا أردنا فعلا أن نوقف أو أن نعلن عن أنفسنا أو نعلن أننا ما زلنا موجودين كشرعية مثلا، إذا أردت الشرعية أن تعلن عن نفسها لا يمكن لها أن تعلن عن نفسها ببيان سياسي مقابل تحركات دبابات ومدرعات
وقتل وانتهاك الحرمات وتقويض لوجودها على الأرض من خلال بيان شاشي. هذا تقييمنا لما حصل وتقييمنا لردة الفعل. حتى محافظة المبعوث الدولي أيضا أصابتها حمى الوداعة من خطاب رئيس الجمهورية ومن خطاب مجلس الوزراء وحكومته ومن خطاب ممثله في الأمم المتحدة. للأسف الشديد نحن أمام تخاذل واضح من الشرعية وتخلي عن واجباتها وعن الشعب. ونسمع ونرى خطاب يتكرر بشكل ممل، وهو الخطاب اللي استخدمته مع أول خطوة خطأ فيها الحوثي قبل دخوله إلى صنعاء ووصوله إلى عدن والمعارك التي سفكت فيها الدماء. هذا هو نفس الخطاب اليوم في مواجهة أيضا الإمارات في الجنوب وتحركاتها، ما بش جديد. وما نصل أيضا إلى نفس المستوى ما وصل إليه الخطاب الذي استخدمته الشرعية ضد الحوثي، وهو أن الحوثي أصبح أمر واقع وأصبح شريك وأصبحت كل المنظمات الدولية تطالب أنه لازم التحاور، يتم التحاور معه. نحن اليوم أمام حل أمام الشرعية، يا أما تثبت أنها شرعية وتقف موقف الشرعية الحقيقة، يا أما تتحول هي الأخرى إلى ميليشيا وتصبح ميليشيا ثالثة. وأيضا بنكون على موعد مع ميليشيا رابعة وخامسة وسادسة إذا كان الحلول بتجري بهذا الشكل وبهذه الثقافة التي يحاول البعض أن يفرضها علينا. الشرعية اليوم ضعفها هو من يسبب أو من يفرخ هذه الميليشيات. نحن لم نكن يعني نتمنى أن توصل الأمور إلى ما وصلت إليه، أن تسفك الدماء الجنوبية بما بيننا. يعني هذا شيء نحن حرمناه في الحراك الجنوبي وعاهدنا أنفسنا، وهو الشعار الذي أطلقه المناضل الحراكي الجنوبي على هدم الغريب يافع بأن دم الجنوبي على الجنوبي حرام. وعمل به الحراك الجنوبي في وثائقه وهدفياته. اليوم نحن نرى سفك للدماء ونرى أن ما يحدث في الجنوب هو مؤامرة على القضية الجنوبية أولا وأخيرا، بغض النظر عن ما يحدث في اليمن بشكل عام. اليوم المؤامرة، نحن متأكدين أن ما يدور وهذه السلاسة في السقوط المعسكرات وهذا التسليم وهذا الانكسار وهذا السقوط لما يسمى ألوية الشرعية، بعد أن كانت مسيطرة على عدن على نسبة 75% من الأرض، هو ناتج الاتفاقات وليس ناتج لانكسارات عسكرية. هو ناتج الاتفاقات. ماذا قدم الجنوبيون أو من يتزعمون اليوم بالقضية الجنوبية من تنازلات؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. ونحن متأكدون كرجال عاصرنا القضية الجنوبية أن هناك تنازلات قدمت على حساب القضية الجنوبية في سبيل أن تتواجد بعض القوى التي ترى أن يجب أن تتواجد في سلطة الحكم، حتى ولو تقسم اليمن إلى جرائب واستلمت فيها جريمة من تلك الجرائب. حتى المجتمع الدولي اليوم ينظر لنا في اليمن، ينظر لنا نفسيا. رأى المجتمع الدولي أن الصراع في اليمن هو صراع حب السلطة، حب السيادة، ولهذا ما عنده حلول إلا أنه يقسمنا إلى مربعات ويمنح كل واحد مننا رئاسة، وخصوصا أنه نحن تقريبا في المكون الواحد أو في الاتجاه الواحد عندنا أكثر من 10 رؤساء. نعم. المجتمع الدولي درس نفسيتنا، والآن هو قادم على تقسيم البلد إلى مربعات ومنح كل واحد سلطة رئاسة. عندما دفعت الفاتورة نحن من سيدفع الفاتورة هذه، إن استمرت الشرعية على صمتها هذا وعلى الشرعية أن تتحرك، أن لا تكتفي بالبيانات السياسية في مواجهة التحركات العسكرية، وعلى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي نعرف أنها يعني ما يصيبها، ما يصيب اليمن يصيبها هي كدولة جارة، أما بقية الدول فلا حدود لنا معها ولا تخافنا ولا تخشى، فهي تعمل فقط لزيادة رصيدها ونفوذها في المنطقة. أما المملكة العربية السعودية فيضرها ما يضرنا، وعليها أن تتصرف وتنطلق من هذا المنطلق وأن تحسم الأمور وأن تتذكر الأهداف التي دخلت عنها عليها في عام 2015 إذا كانت نسيت، لأن الوقت طال طبعا 4 سنين وشوية الآن الحرب، فيمكن الذاكرة خذلت الأخوة السعوديين. عليهم أن يتذكروا الأهداف اللي دخلوا لها، الأهداف اللي دخلها التحالف ليست السيطرة على الموانئ،
ولا على التحالف في خلال بياناته واضح ووجه رسائله من خلال البيان الذي والمؤتمر الصحفي الذي تحقق او انعقد قبل يومين فقط من هذه الاحداث، وتاكد على عدم قبوله بمثل هذه التصرفات، وانه يقود جهود يعني ولجان مشتركه ميدانيه لاعاده الامور الى مجاريها في عدن، هكذا قال الناطق باسم التحالف قبل يومين. ما هو قال النابغ نفس الكلام هذا، قال النابغ في أثناء تقدم الحوثي في أراضي في صنعاء وفي اليمن. لم يكن هناك ناطق باسم التحالف في تلك الأيام، يعني كان النابغ العشيري وكان يتحدث بنفس الكلام. نحن لا نريد تكرار الخطاب وبالتالي تكرار النتائج، نحن نريد تغيير الخطاب علشان تتغير النتائج أيضا. الإدانة ليست كافية، البيان السياسي ليس كافي في مواجهة زحف عسكري. الزحف العسكري يجب أن يكون أمامه زحف عسكري. أنت الآن تقول أنه نحن لن نسمح وندين ومش عارف إيش، والقوات تتمدد، الحوثي يتمدد وهناك والإمارات تتمدد هنا في الجنوب. إذن أنت ماذا فعلت؟ كلام واضح، ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئاً. أستاذ عبد الكريم السعدي القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس اتحاد القوى الجنوبية المدنية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم، أشكرك جزيل الشكر. ومعي الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد عايد. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. يا مرحبا بكم. مرحبا، تابعنا سويا تصعيد الذي قامت به العناصر المتمردة على أبين وتجاوز الدعوات التي أطلقها التحالف، تحالف دعم الشرعية للتهدئة وعودة الأمور إلى مجاريها، وبالمقابل استمعنا وقرأنا وتابعنا سواء رسالة الجمهورية اليمنية لمجلس الأمن عبر مندوبها وتحميلها المسؤولية للأطراف الداعمة مباشرة، أو أيضا بيان الحكومة المندد بهذه والمتوعد أيضا بمواجهتها. ما تعليقك على كل هذه الأحداث؟ المشكلة أن الشرعية بشكل عام دائما تتحرك في الوقت الضائع الذي هذا الوقت لا يثمر النتيجة ولا يحقق الأهداف. ما جرى في عدن منذ أكثر من عامين والناس يصرخون والقيادة العسكرية تصرخ أن ثمة مؤامرة كبيرة تدار وأن ثمة أطراف خارجية تتلاعب بالأوراق اليمنية وأطراف تسعى لخلط المشهد اليمني لتحقيق أهداف خاصة أو تنفيذا لرغبات عامة، وحصلت التداعيات والتجليات التي أفرزت عن طرد آخر بقايا وزراء الشرعية بذلك الشكل المهين والمخزي للجميع وتكدسهم اليوم في الرياض. لكن على كل، ما جرى اليوم من رئاسة الوزراء والحكومة بشكل عام خطوة جيدة، يمكن القول أنها تصب في مسار تصحيح المسار السياسي أولا، لكن يجب أن يتبع أيضا ثانيا بتحركات رئاسية عليا وخروج الرئيس هذه للشعب ومكاشفة الشعب بما يجري وما هو سبب هذا التراخي والترهل من قبل الشرعية ابتداء من مؤسسة الرئاسة ومرورا ببقية مكوناتها. نحن نعلم أن 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 أطرافا تضغط هنا أو هناك، لكن هذا كل ما تبحث اللي هي الرئاسة لنفسها من مبررات لن يرحم التاريخ هذا الصمت، وهذا الصمت سندفع نحن الشعب اليمني كلفته كثيرا وباهظا، ثمنه الدم، ثمنه العرض، ثمنه الشرف، ثمنه القيمة والاعتبار في واقعنا ومستقبلنا. نعم، الآن يعني ما الذي تقرأه بعد هذا التصعيد سواء الميداني أو التهديد أيضا من الحكومة؟ الحكومة اليمنية إذا ظلت تمارس نشاطها السياسي عبر بيانات تنشر في وسائل الإعلام أو عبر تغريدات على تويتر، فاعلم أننا قادمون على وضع مخيف وربما يؤدي إلى تشظي للمشهد السياسي والتحالف داخل
البنية السياسية والتركيبة العسكرية داخل إطار الشرعية بشكل عام. الوضع يمر بمرحلة خطيرة، لم يعد ينفع أمامها المجاملة، ولن تنفع أمامها يعني طيب الخواطر إلا بأن يقوم كل ذي حج بحجه، وكل مسؤول بمسؤوليته، ما لم إن التداعيات ستكون أكثر إلى من بما شهدناه اليوم في 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 عدن أو في أبين، وربما الدور قادم على محافظات شمالية بمخططات جديدة وبمؤامرات سخيفة. كما قلت أولا، لن تكون الكلفة إلا هي الدم وخسارتنا لخيرة أبناء اليمن الذين يواجهون اليوم كل هذه المؤامرات يعني القادمة من 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 من, من إيران أو غيرها من عواصم عربية. الصحفي والمحلل السياسي أحمد عايض كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. أشكرك وأشكر كل الضيوف الذين دخلوا وشاركونا حوارنا في هذا اليوم من برنامج مستقبل وطن، ناقشنا وسلط الضوء على التداعيات الميدانية التي فرضها التمرد الذي نفذ من قبل المجاميع المسلحة الانتقالية وتوسعهم باتجاه أبين وتداعيات هذا التوسع والهجوم وتوجهات أيضا الحكومة الشرعية. سنبقى مشاهدين الكرام في مواكبة إعلامية للأحداث ومتابعة لها، وسنلتقي بإذن الله تعالى في برنامج مستقبل وطن ونسلط الضوء مع ضيوفنا حول مستجدات الأوضاع. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.